yandı canlandı. Hem kum kum kum. حبيبتي قاعد في المستشفى ليها سنتين وبتتعالج وهي الحين خلاص صارت كويسة والحمد لله بتلعب مع العيال وبتروح الروضة الحين بتكبر وبتروح الروضة بتلعب مع العيال. إيش بدك تصير لما تكبر يا أمال؟ دكتورة. إن شاء الله دكتورة يا رب. وشكرا لكل اللي ساعدوها. Donate now.